أم محمد عبر إكس تقول: هل يجوز التصدق من المال المشتبه به لشخص غير مكتسبه؟ يعني تسأل عن التصدق بمال فيه شبهة. إذا كانت الشبهة في ملكها لها فنعم تتصدق، أما إذا كانت الشبهة في تحصيله فلا يصلح أن يحصل مالا فيه شبهة إلا أن يكون حلالا صرفا، فما كان من جهة الاشتباه يعيده إلى من حصله منه، فإن عجز عن معرفته أو الاتصال به يتصدق به تخلصا، والله أعلم. نعم.